مقناصنا في ديرة العز والخير من الرويس أجنب الجو السلامة فيه اجتماع أهل الوجيه المسافير أهل الوفا وأهل الكرم والشهامة عسى السحاب اللي قنوفه مزابير ينشي على الدوحة ويمطر غمامة وتفيض رضانه بخترية ونويل وتكسيه من لون الربيع العلامة ويطيب راعي الكيف الملاعب الطير كل على شفه يبني خيامه الوسم بكر والحباري معابير وكل على ما قيل يكرب حزامه كانوا أجدادنا أول في الصيف يكونون في الغوص وفي الشتاء يربعون في البر تداخل ثقافتين واجتماعها في نفس الوقت بر وبحر شباب ينصبون شروخهم على السيف عشان يصيدون ودامهم وفي نفس الوقت يقنصون ويهدون طيورهم وهذه حياتهم يقضونها في البحث عن الرزق في البر والبحر شعور الصقار أو القناص إذا صاد طيره ما ينصف وبعض الصقاقير لا صاد طيره عنده إنه ملك الدنيا بكبرها تشوفه مستانس ومبسوط على الآخر ولو تطلبه واحد من عياله يمكن يعطيك إياه وسبب وناسته إنه شاف ثمرة تعبه وجهده وتدريبه للطير خاصة إذا كان الطير على علومة أو توه معلم Thank you.
ثاني. ايه شوف هذاك هذاك شوف. ايه شفته؟ مكان في عسر هدينا عليها طير ما بغاه، هدينا طير ثاني، طيري لحقها ودخل وياها الشب، صاد لله الحمد. الطير جديد وهدينا فتان على كروان واحد وقلنا بنجربه بنضربه، ما بغاها هدينا الطير ثاني. ان شاء الله الاحبار الجاي يصيدها ان شاء الله. الله يخليك. لا لا الفرح حق الجميع ان شاء الله. في هرنا بعينها رجال و يقولها قامت وربضت. والله قلت انها الحين يقول كلمني قال انها غيرت مكانها، الارنب في النهار اذا ما حد جاها وغيرت مكانها ما تروح بعيد. طير ما قد شاف الارنب. ها؟ لا لا حول حول مثل واحد هاك هاك مو قام اظن بقام بقام وقف وقف بالهد بالهد بنجرب الطيور كلها عليه. ها؟ صاد الأرنب اليوم، بكرة بياخذ اللكسس في إشارة الدعم. تذكر اسمه رياض. رياض ها؟ إي. Thank you.
بس الومك والله روحت الاسبوع اللي فات أول ما صوت انت علينا نجيك روح عبيتك السالفه انا الخميس والجمعه انا والعيال مروحين زي النقيح نبغي انت قنص يوم حولنا ظهرنا قد احنا هي طرف قصيره من حدره قد الليل قصيره ما هي قصيره وانت صادق قصيره ما تجره ما تجره يا اكس وطاق الوحله اللي فيها حصى واجد اللي الموتر يلا نمشي فيها حول عليك الوادي اللي الله معمل العالم السيارات ارحم لي سواي قد قريب المغرب حتى لو وقفت انت جاب وش عندك الوادي ولا اثرها في ذاك السوق ولا اثرها جديد جديد قلت يا اخوياي عندنا هنا حبارة قال وين قلت بس اسكتوا احد يحكي ولف ولا فزت من الوادي ربك هديت لا فزيت ولا شللت واخذ من الطير يوم خذت من الطير ولا يوعد عليها يبغيها طيار وهي شوف عليها السيارة والطير طير وش؟ طير عادل معي وكري؟ لا لا العادل انت ولا وكريك وين راح قطيت؟ لا خلت والله خلتها في البيت ويوم هذا شللت واخذ من الطير وانبغاها وجيها ويمسحها والطير ويلحقها وما خلاها مرة في مكانها ما شاء الله في مكان عشيها عليها وجي في كل مكان الزي كل وادي زين وحوي ما كلمت لأن جيك انت فرج ما عاد حنا الليل جاني وانت ما أدري وين انت والقنوص يدق على البلع يا الله رعاية من لا سيارة دو من لا سيارة فلو وقفت انت جاك وش عندك هذا الله أعماهم من ذاك اللي يوم خذنا حولنا هناك على جو البنات والوثرة الكريوينات عندك وانا هنا واحد مخمر ونطيره للطير ما خلاه ما خلاه يبعد ما شاء الله ونصيده ونروق ونروق من حين ذاك النهار صدنا البارحة صدنا واحدة حبارة واليوم عند الصبح صدنا الكروة أنا ما هي بسوى صدت الحبارة والكروة لا لا ما هي بسوى حبارة توسع الصيد وجرم أكثر الصيد أولا الصيد؟ الصيد أول وايد الرفاع والله النعيم فيه بثنتين وبثلاث ولا فيه سيارة ولا تشوف أحد ولا حد يقرأ وغابات أنا بذاك الحين الرفاع أول غابة وش اسمه وادي السيل والله معينها فيه وادي السيل ثنتين أي إنه مصيدها فيه ثنتين ومسامير سامير مسامير والله يا حتى إنه معينها فيه مسامير والله أحمد الدفنة دفنة والله لها ملفى حبالي دفنة التير ولا في أحد ولا تعينها ما حد يشتري الطير ثم ولا حد يعرف ولا حد يقنص ولا حد يعرف الطير بحصيت أما يشتري الطير دفع البلد ما أنت موقف في وادي ولا معين مكان وكل شيء سيارة وذا يخلف ذا وذا يخلف ذا وذا ما عاد له طارت القنص السنين التالية القنص أول أحسن 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 ما به قنص ولا به تستانس تهدى مدك نهارك كله تهد ودك تهد ولا ما قناصكم أول وين في قطر؟ الحديد مضمون في قطر في وين في قطر؟ الرفاع وفي إيش اسمه قصيرة وفي اللي عند الجنوبية وفي الحدود الحباري وايد الكروان غاب أنا هد عليه مرة مرة ولا تفكر والله ما حيتفكر فيها أول والله ما حيتفكر هذا الحيدة في البلد هذا الحيدة عيني كروان قال عيني الأحبار كروان كروان تعال شوف الحديد هاي ومرت العام العام الأول راح نسارح الصباح الساعة العرب كلهم داومين يوم الأحد في الرفع حدنا يسير عليك أن هذا من البارحة علينا مطر وعلينا فيه هجال وزين ثارها لقيت عفا المطر ويوم جيت مع ذاك سوم الشماعة ثارها جديد وأسوي تلفون لحمد أولك ما أدري أنت ولا حمد حداكم ذاك النهار أيه. واسوي له تلو ذاك النهار يوم جيتوني الصباح صحيح جيتوني ورحنا نقصرها ونعينها في الروض العت الطعم صحيح صحيح واروح ذاك النهار واحول في ايش اسمه واجي جنوبية الوكير في ذاك الوديان الخابل اللي فيها هريم ولا معي وكرين زين وكري الطير متوسط وكري حرا ولا من الكار الصغار لا والله وكري مثل اللي على يد هوا لا ما هو على يد حمد ايه الوكري الصغير الوكري ذا
مره في جورته ولا يذرها من الساعة ترها هارب يذبع أبها جيدة هارب عندك عندك هارب مني ويذرها تعبها السيارة والله مرت اللي أفرت وأخذ منه هاي واحد جاري أخذ منه والله ما خلاها تعدى الروم ما شاء الله ولا يهلا ويهجلي رعيه كلمة المسيح يا ولدي أنت حده أنت أخطأ أنت علينا حده على حبارانا قلت اشترينا حبارك وبنين جاي ولا وين حبارا عينتها يا الوعد وهدث عليها ولا اشترينا انا حبارك ولا أنت مقيضها ورابطها يا الوعد من الأول حد يتعرضكم العالم ما بحد ولا حد يجيك ولا تعرف ما بحد العرب يستحون من جاي الإنسان اللي مو يعرف أقول لك الحين ما تقدر توقف تقضي حاجة ما تقدر توقف كانك أكبر منه قال يبا أنا بيبي قال حبارانا قلت حبارك أول ما حد الرجال لا عليها حجل ولا عليها لا عليها حجل باسمك ولا الحين ما يستحي لو شافك غض عليك والمهم إيه انه قال أخطاء أنت عليها قلت يا رجال عليها حجل باسمك ولا يحبار طير خلا خلا دعك انا روح 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 قدم قدم انا بلف على ذاك باخر صار الصيد يلا عندنا واحد ثاني الحين كل شيء ولا يروح
أنا صيد اليوم. ما شاء الله على الطير. قنصنا اليوم والله وفقنا باثنين وصاد هذا الطير. والله بيرزقنا بغيرها إن شاء الله. هاي الحبارة إن شاء الله حبارة.